الله أكبر. وإلى العلم الصالح والعمل النافع. وجعل يعدد مناقب الشيخ الصمدي رحمه الله عليه. وقد سبق الاخوه في الكلمه ليس الغرض من هذا. شوف شيخ ناس يا ابو نعيم رحمه الله عليه نحسب انه قد ادى بدعته وقد مضى الى ربه والناس يشهدون في ذلك. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو إلى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر آخر ديما على قناتكم المنصة.